شلون يعني انا اقول لك انا يعني ليك انت تحط لي مفرضيه عشان اقول لك ايه ولا لا في مكان ما عشان كذي اقول لك لا تبني مفرضيه. أنا تصريح أنا بناء أنا ربط هذا بناء تصريح من رئيس مجلس الأمة علشان كذي أقول لأن أعطانا شيء يخدر وشيء ولك نطرق صوب ثاني فأنا برد عليك بشوف رأيك لويت الحكومة وقالت علشان كذي قاعد لسد العجز رفع دعمة قاعد أنت قاعد تقول فرضية الفرضية مو مبنية على حقيقة مو فرضية بل تقولي لو ياتك لو يتك الحكومة لأن يقول إحنا سوف نقف مع الحكومة يا حدي لسد هذا العجز هذا علي تصريح علي علي أنت إيش تقول؟ انت تقول لو جت الحكومه وقالت لك لن ينسد الحجز الا برفع الدعومات قلت لك برايك هذا هذه الفرضيه هذه فرضيه ولا حقيقه؟ نعم هل تقولها فرضيه ولا حقيقه؟ فرضيه فرضيه لانه ما صار خليه يقوله ما ندري عنه بالله يا قالوا انا الحين بعطيك مو فرضيه بعطيك حقيقه انا اعرف من 7 مليار 50% هي الدعومات للمواطن و50% مو للمواطن